قالت لي استاذه ديري معكم في اللائحه المنظر ديال النساء من اجل المطالبه بالحقوق ديالهم. فلهذا خدينا تدبير الشأن العام المحلي والمشاركه وابداء الراي، ام ان دوره فقط يبقى عند مستوى الاخبار والتشاور؟ اليوم حسب الكفاءه اللي كتوفر عليها فعلا يعني كانت عندها تجربه كنعتبرها تجربه مقدره. مشروع المشاركه المواطنه بصيغه المؤنث هو مشروع قام التمويل ديالو الاتحاد الاوروبي واللي كيسهر على التنزيل ديالو هو مكتب الامم المتحده للمشاريع. طبيعة الحال هذا المشروع جاء نتيجه قناعه ديال تكتل الجمعه بطنجه الكبرى بالمشاكل العديده التي تتخبط فيها المراه المغربيه. ففي الاطار هذا المشروع قمنا بدورات تكوينية سواء كان عندها علاقة بالمجال القانوني أو تمكين قدرات المرأة في الدفاع عن الحقوق ديالها بجميع أنواعها. فاليوم عندنا هذا اللقاء تواصلي مع يعني نساء ورجال من المجتمع المدني و يعني مستشارات اللي كيعملوا في الميدان ديال القرار، ثم بعض الاكاديميين اللي هما حضروا باش يجيو يعاونونا في هاد الافكار ديالهم التجارب ديالهم الخبره ديالهم في هاد المشروع. فهاد اللقاء التواصلي الهدف ديالو هو تقديم دراسة كاملة وشاملة وحقيقية وعميقة ديال المرأة أو للمرأة الطنجاوية، يعني أنه جا في إطار على صعيد يعني البحث ديالنا كان على صعيد مدينة طنجة فقط. فهو يعني هي دراسة غنية جدا وماشي تكون مرجع مهم بالنسبة للطلبة ولا بالنسبة للباحثين نظرا للمؤشرات ونظرا لبعض المسائل اللي كانت خفية في الموضوع. مشاركة المرأة هي مشاركة ما زالت محتشمة، محتشمة لأسباب ذاتية وموضوعية بحال اللي قلت قبيلة. الأسباب الذاتية كترجع أن المرأة يعني مازال ما عندهاش ما اكتسبش واحد الثقة في نفسها، ماشي لأنها غير مؤهلة ولا غير مكونة، بل لأن سيادة الفكر الذكوري داخل المجتمع كتجعلها كتفقد هاد الثقة في نفسها. هذه أسباب ذاتية. وأسباب موضوعية كترجع أساسا أن لا الجمعيات ولا الأحزاب، والأحزاب بالنسبة أكثر، يعني ما كتزكيش انخراط ديال المرأة وما كتعطيهاش المكانة اللائقة بها. وحتى على مستوى مثلا هذيك التمييز الإيجابي، أنت شفتي أننا درنا كمجتمع مدني وسياسي درنا مذكرة ديال المناصفة اللي كينص عليها الدستور، ومني كنصيبوا أن الطريقة باش يتم يعني إشراك المرأة في الانتخابات المقبلة هي ما كتترقاش مستوى المناصفة. إذا 10 سنين بعد الدستور 2011 وحنا ما وصلناش للمناصفة اللي يعني شيء كيحز في النفس جدا. إذا على مستوى المشاركة في المجال المجتمعي كنجبروا المرأة حاضرة، بالأسف حاضرة بنسبة أكبر في العمل الإحساني، العمل الثقافي. إذا جينا للعمل الترفيهي كنجبروها تقصى بشكل كبير من هذا الجانب هذا. نعم، التقرير كان صدم النقطة ديال يعني بالنسبة للرضا ديال الناس على العمل اللي كتقوم به المرأة داخل الحياة السياسية، وأكثر من 50% ولا نقول 50% ديال الناس كانوا غير راضيين على العمل اللي كتقوم به. كيف كنت شفتينا التقرير هذا والنتيجة هذه؟ أنا في الحقيقة ما صدمتنيش هذه النتيجة بحكم قربي كفاعلة جمعوية وحقوقية من المجتمع ومن يعني الشباب والفاعلين بصفة عامة المواطنين. كنشوف سيادة الفكر الذكوري، ملي كيكون عندك واحد العقلية ذكورية سائدة على المجتمع ما كتفاجئش، بالعكس أنا اعتبرتها نتيجة إيجابية. يعني ملي وصلنا النصف راه حنا ماشيين في الطريق الصحيح.
من مخرجات المشروع ديال المشاركة المواطنة بصيغة المؤنث هي دراسة حول يعني واقع المرأة في مجال المشاركة المواطنة وشنو هي التحديات والمعيقات من أجل أنه يعني فعلا تلمس خارطة الطريق واضحة من أجل الشغال سواء الفاعل المدني أو الفاعل السياسي. فلهذا الدراسة اللي تم إنتاجها يعني مع فريق دراسة اللي كان كيشتغلوا مع بعض أنه فعلا أننا عبر عينة ديال 250 يعني رجل ومرأة تم استيضاح كثير من الآليات كثير من المعيقات كثير من خيبات الأمل ديال حول موقع متقدم للمرأة المغربية يعني في تدبير الشأن العام أو تدبير الشأن المحلي. فلهذا هي أنه كانت توصيات من أجل تجويد ربما المشاريع اللي كتأطر التنمية الترابية. وأيضا يعني جزء من التوصيات هي من أجل يعني الشغال على تغيير الصورة النمطية الصورة الذكورية في المجتمع المغربي. وأنا أحضر حفل ختامي لتقديم مخرجات الدراسة التي نظمها التكتل الجمعوي بمدينة طنجة حول المشاركة السياسية المشاركة المواطنة للنساء، أسباب إكراهات معيقات. وجدنا فعلا أن الأسباب التي تعيق المرأة من خلال هذه الدراسة سواء في المجال التحاقها بالعمل السياسي أو التحاقها بالمجال المدني هي أسباب ذاتية وموضوعية ترتبط إما بالعقلية الذكورية التي لا تؤمن بعمل وحضور المرأة في هذا المجال أو في هذين المجالين وخصوصا في المجال السياسي، إما لعدم قدرتها ولعدم كفاءتها في هذا المجال. ومن هذا المعيق أقول إذا كان هذا الرجل يرى أن هذه المرأة ليست كفأة لممارسة هذا العمل، فهنا دور الأحزاب السياسية لكي تقوم بدورات وتكوين وتأهيل المواطنين والمواطنات، ليس فقط اعتمادهم واستعمالهم أثناء الحملات الانتخابية، بل كذلك يجب أن يكون عمل الأحزاب عملا مستمرا طيلة السنة لكي يشجع على الفعل السياسي. لماذا العزوف عن العمل السياسي خصوصا بالنسبة للشباب؟ الجواب هو فقدان الثقة، فقدان الثقة سواء في المنتخب سواء في الفعل اللي هو كيقوم به الحزب والفاعل السياسي. لو كان هاد الشباب نؤهلهم ونعدهم منذ البداية كنا سوف نساعد فعلا على تفعيل الدستور وتنزيل دستور 2011 وكذلك على تنزيل الديمقراطية التشاركية التي نؤمن بها جميعاً.